ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، نظمت وزارة الصحة قافلة طبية بمدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية لليوم الثاني على التوالي. وقامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي على ما يقرب من 1300 مواطن، وضمت القافلة العديد من التخصصات الطبية بالإضافة إلى صيدلية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية. النهاردة معايا تخصصات الباطنة والجراحة الجلدية النساء الأنف والأذن بجانب العظام، معايا جهاز أشعة، معايا معمل دم وطفيليات بجانب 90 صنف من العلاج. وحالة الحالات التخصصات بتاعتها مش موجودة عندي للمستشفيات الجامعية ضمن مبادرة حياة كريمة.